ايضا في العمل الكثير والكثير من النجوم المتميزين الاستاذ ناصر شاهين، جمال عبد الحميد، اهلا بيكم. اهلا انا اهلا خدناكم وسهلا. التصوير بسرعه كده، فيسعدني جدا وجودكم معانا في المعلم. احكوا لنا بقى كل واحد دوره ايه وبيعمل ايه. استاذ ناصر اتفضل. كل سنه وحضرتك وانت طيب، طيب ورمضان كريم عليكم ان شاء مشرفين الله. الدنيا. انا بعمل شخصيه السواق جوار، السواق بتاع المعلم اللي كان شغال مع الاشرار ثم تحول بعد ذلك مع مجموعه الطيبين. وايه اللي خلاك تحولت من الاشرار للطيبين؟ موقف انتوا مقسمينهم في المسلسل اشرار وطيبين؟ الموقف بتاع ابو المعلم معايا من زمان، يعني من والمعلم صغير، كان كل مواقفه ايجابيه مع جوار، وبناء عليه لما شاف ان المعلم مظلوم يعني، فوقف معاه في الجانب ده وكويس. جميل جدا. استاذ جمال، انا بلعب شخصيه شعليله. هو شعليلة، اسمك شعليلة. شعليله وهو شعليله. انا موجود مع المعلم حامد اللي هو والد المعلم من زمان، وهو يعتبر خيره عليا، وموجود بقى مع ابنه طوال الوقت، يعني في جهه اهل الخير يعني. بس انا عامه انا مش انا راجل طيب مش ولا قوي شرير؟ مع الطيبين، هو بس مولع المسلسل. يعني هو يعني طيب بس بينقل الكلام لكل الناس. بينقل الكلام. المسلسل ده يعني انا شايف اجواءه جميله وكلكم حابين العمل وكلكم قاعدين في يعني في سعاده فيه. ايه سر الجمال في العمل ده كده؟ السر مصطفى شعبان ده بصراحه نمره واحد. لان مصطفى انا اول مره اشتغل معاه السنه اللي فاتت في بابا المجال. شخصيا انا عايز اتكلم على جانب كمان عنده، جانب انساني. يعني مصطفى عنده جانب انساني، ده غير ان هو شخصيه مثقفه جدا، وعامل حاله من المرح في اللوكيشن، ومجمع حواليه الناس، فكل دي اسباب تدعوك ان انت تحبه يعني. انا عامه اصعب حاجه احكي لي بقى كواليس العمل، حاجه كده سر من اسرار العمل. والله هي مش عمليه اسرار، هو كل واحد فينا بيحاول يبذل جهده في الدور بتاعه علشان يطلع كويس. يعني كلنا بنسعى كل السعي ان العمل ده يطلع حاجه كويسه جدا ويعجب الناس كلها. هو اكيد ان شاء الله يطلع عمل إن شاء الله جميل، وانا بهنيكم مش عايز اعطلكم، نورتوني شرفتوني، واتمنى شكرا. لكم النجاح في المعلم ان شاء الله اللي هيعرض حصريا على قناه الحياه. شرفتنا ونورتنا. شكرا جزيلا. كل سنه وحضراتكم. طيبين. شكرا. شكرا جزيلا.